اهلا بكم في برنامجكم الشراء اراء، ومعنا اليوم عمر حسين وعلي الشريف. باختصار على سوق دوت كوم في افضل المنتجات واسعار اقل من السوق، كلها اونلاين. ايش اونلاين؟ ما اضمن يا حبيبي الكريدت كارد يصير فيه شيء، يصير لخبطه. هو عشان كذا الناس القدامى اللي زيك يمديكم تطلبوا وتجيكم المنتج وتدفع عند الاستلام، زي البيتزا، تعرف البيتزا؟ ولو اشتريت جوال وخرب علي، ايش سويت؟ لحفبه؟ برضه في ضمان مده سنه، تعرف الضمان ايش يعني؟ احترم نفسك، ترى مسختها. هدي ما راح اكمل يا اخي، هذا بني ادم مستفز وشايف نفسه. ما بقاسه شيء على فكره، صح؟ على فكره لو ابغى صيانه للجهاز حقي ايش اسوي؟ هو الضمان نفس الفكره يشمل الصيانه، ليه ما يشرحوا لك ايش يعني ضمان؟ شايف اسلوبه يا استاذ عمر؟ شايف اسلوبه؟ بس ما بقاسه شيء. لو افترضنا انه كلامك كله صح، هقعد استنى لسه مليون سنه عشان يوصل لي الطلب؟ ايش اخروح؟ يجيك في اقل من 7 ايام ترى، ليه ما اطلب لك واحده حقت مساج هنا تديك في الاكتاف؟ مره حلوين، شيء جبار يعني. اطلب لك هي، اقول لك متى تكي يا اخي؟ انت زودتها ترى، تراك زودتها. خذوا يا جماعه، هدوء، خربتونا. فين برنامجك على الطاير؟ شكله زين. فين برنامجك على الطاير؟ تبى حضن؟ تعال، شكلك زعلان. شيخ روح بالله، اصالحك، جزمتك حمراء وشوف وضعك. اطلب لك لعبه من سوق دوت كوم. الحين ادخل على سوق دوت كوم احصل على افضل العروض واحسن المنتجات.